السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم على خير. اليوم ان شاء الله غنقدموا واحد الاكله مشهوره اللي هي باستيتشو. هذه الاكله كتكون من الفريت، من الكفته مشحره مع شويه البصله. عندنا هنا لا دان فيومي، عندنا الفرماج غابي والفرماج ديال الساندويتشات. دابا اللي بقى لينا هو لا بيشاميل. غنمشيو نقادوها. باش نقادو لا بيشاميل، انا كنت كنقادها بالطريقه التقليديه. كندير الزبده كندوبها وكندير معها الدقيق وعاد كنزيد الحليب فوق البوطه. واحد صاحبتي في الطاليان اللي من هنا كندوز ليها واحد السلام، قالت لي واحد الطريقه انا غنجربها اليوم. قالت الطريقه سهله. كناخذ الحليب، عندي هنا نص لتر الحليب، وعندي هنا جوج معالق ديال الدقيق. غادي نخلطهم معاه. غادي نحرك مزيان، نحرك مزيان الحليب مع الدقيق. وغنمشي نضعهم فوق البوطه. كناخدو فوق البوطه كنحركو هنايا حتى يعقد، حتى يبدا يعقد واحد شويه. انا دابا كنحرك هنا، مشعله عليا البوطه تنحرك. غنزيد هنا شويه د الملحه وشويه د البزار. وغادي نحرك. كنشوفو هنا بدا كيختار. دابا غنزيدو الزبده. وغنستمرو في التحراك حتى تذوب هاد الزبده. دابا غناخد هاد لي بلا ديال باستيتشو. ملي كندير فيهم باستيتشو ندير فيهم شويه ديال بيشاميل، ندير شويه ديال لي فريت، نزيد شويه ديال البيشاميل. غناخد هنا شويه ديال الكفته. نزيد شويه ديال لي فريت. ندير هنا لا دانت فيومي.
نزيد هنا كونتيتي ديال لا بيشاميل، وندير الفرماج. ناخد واحد اخر، ندير فوق منه الكفتة، ندير لا دان فيمي، غندير هنا البيشاميل، وندير الفرماج. ناخذ هذا البلان، نعود الطريقه، غندير لي فخيت، غندير لا دان فيومي، ولي كونتيتي كيبقاو على حساب الافراد وعلى حساب اللي كل واحد شنو كيبغي يدير. ودابا غندخلوهم للفران. فهاد اللحظه خرجنا لي بلا ديالنا من الفران، كيف كتشوفو هما محمرين، وهاد الاكله لذيذه وخفيفه، والاهم من كل هذا المقادير ديالها موجوده في كل بيت. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.